فكرة البرنامج مش مسروقة، بس أحب أقول لكم إن لو في أي تشابه ما بينه وما بين كاربول كاريوكي باي جيمس كوردن، ده مش تشابه، ده حقيقة. الحمد لله. منوراني في الاجره ورا. ميرسي خالص. هي ليه ورا وانا قاعده قدام؟ اما هو بصي انا فاهمك حاجه، هو ده فاهمني يعني. انا في الاول خالص بدل العربيه دي شيك قوي على الاجره. يعني برضك الموضوع ده لازم نتكلم فيه. ما انا كنت عايز الاول خالص اعمل الـ يعني التصوير بتاع بنات المشروع او ميكروباص، معلش انا اسكندراني فال لا وماله يا حبيبي، مفيش مشكله. اوكي بس كنت عايز اعرف ميكروباص، بس انا ما بعرفش اسوق مانيوال. ف دام سان فاسم البرنامج ثبت، بس انا ما فاهمه. بس المانيوال دي هي السواق الاصلي، ما اعرفش حد يتعلم السواقه اصلا. طب ايه، مفيش بنت بتعرف تسوق؟ انزل هسوق عربيتك بقى، هتطلع هسوق عربيتك. انا عايز قلبي تنسى الناس كلها، انا عايز الاقي فيكي كل حاجه بحبها، انا عايز قلبي تنسى الناس والدنيا كلها، انا عايز الاقي الرخص في الشماسه. مبروك عليك، مبروك عليك، وهتلاقي رخصتك كمان. ده اعلى قد ايه انت كبير عليها. يعني لازم نكون واقعيين برضو يا ادهم، لازم يا حبيبي نكون واقعيين. عندك حق، اصل الدنيا مش طمع. اركني بقى عشان عايز اسوق انا. ايه ده؟ انا فاتح لك الباب ومستنيكي. السموز ما بيتجزقش يا ادهم. هنلعب. جاهزه نلعب؟ يلا بينا. يلا بينا. عارفه اسم اللعبه ايه؟ لا. يا تجاوب ايوه يا تطفح. ايه ده؟ في ايه؟ هسألك سؤال. لا 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 ماشي. لو عرفتي تردي يا نهار اسود. ماشي، عارف النخاشيش؟ هو بيلزع فوق كده في الدماغ. في الدماغ. ماشي. هسألك سؤال. هتردي على سؤال انا اللي هاجي، مش هتردي. ماشي. اوكي ماشي ماشي. انت دلوقتي عملتي في رمضان اللي فات رمضان اللي فات عملتي مسلسل مع مين؟ انا هو عملت ليلي اوجيني. لا خلينا وعملت كلبش. كلبش احنا خلينا في ليلي اوجيني دلوقتي. اوكي اوكي. كنت طالعه بدور مدام كده و دموازيل نبيله. اها اوكي ماشي. هل من 1 لـ10 قد ايه الفيلم بتاع ده؟ بس عشان ريحته وحشه قوي. ايه جاهزه، انا بجهز نفسي. من 1 لـ10 قد ايه كنت تتمني انك انت تدور كارمن بسيبس وتكوني انت مرات ظافر العابدين؟ صفر. تاكل وسابي؟ انا هبقى حنينه جدا واديك حته غطوطه. بليز بليز بليز. هي وقعت اصلا عشان انت بومه ومش عايز تاكلها. الحمد لله الحمد لله اللي بعده. يلا الحمد لله. يامي يامي وسابي. دوا ليفا برضو جزء كبير جدا من حياتي. زي كده talking in my sleep at night making myself crazy out of my mind out of my mind wrote it down and read it out hoping it would save me. What?
هاكر، الكلام ده حقيقي؟ هاكر يا لهوي. هاكر ايه اللي هاكر يا ابني؟ بتعملي هاكر بقى على الفيس والانستا؟ انا بعمل هاكر وبسيف درافتات ايميلات. يعني ادي لك اكونت، ادي لك اكونت الاكس تظبطيها. هاتها اجيبها لك من البيت. امسكي كده، ده لابتوب. ايه ده؟ في ايه؟ ماشي تمام. فتحي اللابتوب. الباسورد. I like music more than I like people. اوكي ماشي. الباسورد 1 ده تلفزيون يا ابني. 1 2 3 4 5 6 عشان الهاكرز ما يعرفوش يخشوا ده، عشان محدش هاكر هيتوقع الهبل ده. ماشي انا عايزك دلوقتي تطلعي لي حالا ها عمرو وهبه مكانه فين. يلا اشتغلي ورك اون. اوكي 1 2 3 4 فين؟ يلا. يا سلام. شايفه؟ يا سلام. عمرو وهبه يا عزيزي ادهم. ايوه. في الساحل. في الساحل الشمالي. الساحل الشمالي. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، والعجزمة الباتة اللي انت لابسها النازم ايه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيه، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، والعجزمة الباتة اللي انت لابسها النازم ايه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيه، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك. انت تتوقعي مين هيكون بعت لك رساله معايا؟ بعت لي رسالة معاك. يس. محمد سويلة عشان هو اللي عرفنا. ماشي. عندي 700 جاز. ممكن تقولي بقى بنت، يعني انت قلتي ولد ممكن بنت. ايه ده؟ طب انا هعرف منين بنت انت تعرفها مني؟ قصدي يعني من ناحيتي. بصي هو عامة بيبقى يا اما من صحاب، تمام ده اوكي، يا اما من صحاب يا اما ناس انت اشتغلتي معاهم. اوكي. بس. اسماء ابو اليزيد؟ ممكن. عاملة ايه؟ طبعا مش متوقع ان انا اكلمك خالص. كريت عدمت هناك هناك ولا 10 سنين من الانصار يعرفوا يعملوا معايا حاجة. ولا انا في الساحل. يمكن تتخيل انا فين؟ انا مزنوق على كوبري اكتوبر عشان فاشل فاشل. مبروك يا استاذة يمنى دورك في المسلسل، ويعني بحبك يا استاذة مريم والله. يا لهوي. وانبسطت ان انا اشتغلت معاك والتلفة لسه معلمة في وشي بس تمام. مبروك على كل شغلك الحلو، ومبسوط اني اشتغلت معاك جدا، وانا بحبك من زمان وانا فان ليك من زمان، معلش عربية بتزمر بس عشان هخبط. فاشل برضو يعني. سنة طيبة وعيد سعيد، وكلكم تخشوا فيلم كويسين وتقولوا رأيكم. انا متحمسة جدا. انا اصلا فيلم كويسين ده متحمسة له جدا لان في كل حبايبي في الدنيا. اوكي. وعمر خطير خطير خطير. ويا حبيبي والله العظيم يعني تفت يومنا دي يا عيني والله العظيم، وانا مكسوفه مش قادره. وعملنا بروفا. عملنا بروفا. راح جاي لي امير وراح مايل عليا كده قال لي اعمل ايه؟ قلت له قال لي ايه التفاسيس دي تفع عليها عدل؟ فقلت له مش قادره. ايوه مش قادره. وبصيت لعمر كده فلقيته بيقول لي تمام لان لسه قبلها يا حبيبي يا حرام امير مسح بيه الارض حته مشهد بهدله، وانا من كتر ما بيضربه بجد وبيشيله ويرزعه في الحيطه ومش عارفه ايه، وانا كل شويه في المشهد مش عارفه ما اعملش كده يا غصب عني، كل شويه بعمل كده سحب عليا قوي حرام جدا. وما طلعش في الساحل زي ما انت قلتي. على فكره هو مزنوق في الطريق، ممكن يكون في الطريق للساحل عادي. ممكن يكون السوفت وير بتاعي سابق جدا. عارف المستقبل. عارف المستقبل. صح. وعارف عمرو هيبقى فين. صح. ف كلمه بكره شوفه هيبقى فين. لا بكرة. احنا نكلم بقى استاذ محمود البزاوي نقول له يروح على الساحل. استنى هناك. انا رايي كده. تمام. ويت هولد اون. بقول لك ايه؟ ايوه اعدلي لسانك كده. دخل عليها وحاج ماي نيم زكريا. زيكو زيكو ايجيبشن بزنس مان باللي 90 فدان وعربي في البورش كيان ما يعرفش الفان تعبير وشها مبهور مبهور بإدمان طلعت العظام عندك واتس تويتر فيس وإنستغرام
يلا بص للكاميرا ويور فيدباك. اكتر فن في حياتي بقالي كتير قوي ما عملتش حاجه فن قوي كده. انا شخصيا كائن في كاربول الاصلي. ما كنتش متصوره ان حد ممكن يعلي عليا في الكاربولينج تالنت بتاعتي. هاويفر انت كاربولر ليفل 100. ثانك يو ثانك يو صراحه. ذوقنا في المزيكا واحد وده فن فوق الخيال. وعشان ساعات تحب تكاربول مع حد وتحس مزيكتك وحشه ما ينفعش نفسك خلاص يعني فين كده. بس فتحمست ان انا اجي اسكندريه واقفشك في اسكندريه ونكاربول سوا في اسكندريه. طب يلا اوكي مستنيكي. اوكي ثانك يو ثانك يو باي 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 باي.